هذا من جاك يا أبو حمزة. أصداء جيدة جدا، تفاعل عالي كثير الحمد لله، المشاهدات بالأرقام والنسب هي مشاهدات عالية جدا. اشتغلنا على بداية قوية فيها زخم وعنف شديد، فيما بعد عملنا تريح للأحداث بنصف العمل، فيما بعد 10 حلقات نارية بكل معنى الكلمة. بهذه الكلمات قيم باسم ياخور نجاح الجزء الثاني من مسلسل العربجي، واللي جاء هذا العام بدعم من هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي، وقدر يكون حديث الشارع السعودي والعربي. اليوم جهة مثل التلفزيون السعودي تبحث عن سوية، فتطلب كواليتي صورة عالي، تطلب تنوع في الحدث بشرط معين، تنوع في الأماكن الجغرافية للتصوير، وبالتالي النتيجة النهائية أكيد رح تكون مرضية. اليوم أنت ما بتخيل مدى سعادتي أنا لما بشوف الناس في الشارع في المملكة عم تحكيني وتذكر لي تفاصيل جميلة مثلا عن العربجي، أو فرضا عن مسلسلات أخرى عم يشتغلوها زملائنا. هذا تفاعل رائع جدا. وهالعلاقة بين الإنتاج السعودي والأعمال السورية ليست بجديدة، فالعديد من الأعمال سبق وقدمت طوال السنوات الماضية. الدراما السورية بدأت وترسخت لسنوات وسنوات، كانت حقيقة هي بدعم من المؤسسات الإعلامية والدرامية والثقافية في المملكة العربية السعودية. لا أحد ينسى أعمال مثل صقر قريش ومثل ربيع قرطبة ومثل الملك فاروق، مثل مال القبان. واليوم نحن نسترجع كل خلاصة هذه الحالة اللي كانت هي حالة تآخي جميل ورائع، وحالة تآلف ما بين الدراما التي نقدمها ومزاج راقي جميل يتطلب كان المزاج العام للجمهور السعودي. ومو بس الجمهور السعودي استمتع بهالجزء الثاني، فالجمهور العربي عاش ايضا الاحداث واللي جاءت غنيه اكثر من الجزء الاول. هذا الزلمه المقتول قدام باب بيتي ما كان حدا عادي. اعتقد انه نحن بين الجزء الاول والجزء الثاني قدرنا نختصر جزء من الملاحظات اللي عملناها، واشتغلنا على فكره وهي بناء درامي متصاعد بما يتناسب مع الفكره العامه انه العبره بالقفله. الظلم بمد والايام بتعد والعبرة بالأفلي. ونهاية الجزء الثاني حملت أحداث تشويقية كثيرة، وقد تم البناء لها من الحلقة الأولى، والمشاهد كان غير قادر على توقع مصير الكثير من الشخصيات. التشويق المكتوب يجب أن يكون تشويق عفوي وليس تشويق مفتعل. يعني أنا لست مع نوع الأحداث اللي نحن منجي منشتغل أحداث منحط أي شيء غير منطقي أحيانا أو خارج السياق الدرامي لمجرد افتعال حالة التشويق. حالة التشويق يجب أن تكون من صلب القصة، من صلب الدراما والأحداث وسياق الشخصيات. فحالة التشويق لدينا هي حالة عفوية نابعة من استمرار هذه القصة والحدوتة مع الشخصيات وصراع الشخصيات مع بعض البعض. وتطور الشخصيات رافق دخول أدوار جديدة على العمل، مثل بنت المتصرف وشخصية الظل اللي ببداية الجزء الثاني كانت غامضة، إلى أن تم الإعلان علنيا عنها بالقسم الأخير من المسلسل. يعني هلا وقت سألت غوراني؟ أنا علم غوراني الظل. تفعلت شخصية الظل عمليا بآخر 12 حلقة من المسلسل، وهي شخصية قاتل غامض يقوم بسلسلة من الجرائم، وتنتهي هذه الشخصية اللي هي شخصية قوية جدا ومهمة بمواجهة حادة وعالية جدا مع البطل اللي هو عبده العربجي. ومثل كل عمل بينجح في بعض الناس بتحاول انها تنتقد بعض الاحداث، ومنها ان البطل لا يموت وقادر انه يكون خارق. وسينماتيك سأل باسم عن رأيه بهالموضوع. ما في عنا ابطال خارقين، لا يوجد عنا بطل لا يقهر، ينتصر وينتصر وينتصر. البطل الحقيقي هو من يتلقى الضربات وينكسر مرة ومرتين وثلاث مرات، وتستطيع النهوض كل مرة بعد أن تتلقى ضربة أقصى وأقوى من التي قبلها، لأنه خصمك أيضا قوي وخصمك أيضا عنده دوافع. فبالتالي هذا النوع من لعبة الكر والفر بين الخير والشر.